أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم المهندس ثمود العزاوي المدير العام لشركة GMCG. أستاذ ثمود، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج اليوم، نورتنا. طبعا أول شيء حابينك تعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا بك، وأنا أرحب بكم ونشرف بكم. أهلا فيك أستاذي. يعني ثمود العزاوي، يعني مهندس بحري وماستر سيكس سيجما في الإدارة، ومدير لشركة GMC شيبينج في دولة الإمارات حوالي 20 سنة ما شاء الله، ودرجة مدير عام حوالي 12 سنة ما شاء الله. طبعا حابين تعرفنا عن الخدمات التي تقدمها GMCG عالميا ومحليا. شركة GMC شيبينج هي كونسلت كومباني للمارين سيكتور، هي تمثل وتغطي خدمات لأكثر من فلاج ادمنستريشن، يعني لخلط تسجيل السفن وتسجيل الشركات وتقديم خدمات الدوكيمنت للسي فيرس اللي هم البحارة. طبعا مو مباشرة، احنا الجهة اللي كونسلت بيننا وبين الفلاج ادمنستريشن للدول اللي تعطي هاي الدوكيمنت لكثير من الدول، من ضمنها نقدم خدمات من خلال مارشال ايلاند للأوفشور، سانكيت سان نيفيز للريجستريشن شيبس، وبلاو ريبوبليك اوف بلاو فور ريجستريشن شيب، مايتايم ريجستر بالنسبه لدبي، احنا مايتايم ريجستر لدولتين اللي هي سانكيت سان نيفي اند بلاو. طبعا شركه GMCG شركه وقت طويل لها صب بالسوق العالمي، حابين نعرف كيف استطعتوا انه تظلوا محافظين على ثقه العملاء سواء عالميا او محليا في الماركت. يعني ما اقدر اتكلم عن الجروب كامله، بس بشكل عام عن دبي مشابه لكل المكاتب الاخرى، حوالي 16 فرع عندنا حول العالم. اللي احنا عندنا داخليا الشفافيه بيناتنا، بحيث لاي موظف له الحق بالاعطاء الراي واعطاء المعلومه ونقل المعلومات مفتوحه للكل، وعندنا ثقة جيدة مع السبلاير من خلال يعني قدم الخدمات لهم كلها أونلاين. الكلاين يعرف إنه الخدمة اللي نقدم لها هي موثقة 100%، ولكل النظام الوثائق اللي نوصلها أو نوصلها للزبائن هي أو للكلاين هي وثائق يمكن الفحص والتشيك معها. عندنا اتصالات جيدة مع الأثوريتي لكل دولة نتعامل معها، وبنفس الوقت المكاتبنا مفتوحة لكل لمن أهلا وسهلا يتفضل يتأكد من أي جهة شيء معين. والمصداقية هي أكثر شيء، والسرعة بعمل الخدمة، وطبعا أكو تنافس بالأجور بالفيز، منطين حق معقول لكل الزبائن بحيث يكونون راضين. ويكفي أن تعرف أنه في دبي احنا في عندنا أكتف شهريا أكثر من 200 أوردر ما شاء الله، وعندنا أكثر من 2000 زبون أو كلاين، وميجوريتي الكلاين مالتنا هو انترناشنال، يعني مو هو من السوق الإماراتي بشكل عام، يعني هو من دول الجوار، ومن ممكن عندنا زبائن من الصين إلى فلوريدا. ما شاء الله عنكم. طبعا المصداقية هي من أهم العوامل لنجاح أي عمل، والمنافسة طبعا الشريفة. طبعا الشريفة طبعا. في مقابلة ما في وقت ليس بالطويل، حضرتك توقعت كذا توقع عن أسعار النفط وعن كذا توقع، وكلهم لو لنحكي معظمهم أجوا صح. بدنا نعرف السر وراء هذه التوقعات الصحيحة. هو أثناء الكوفيد صارت وقف السوق في أكثر من دول العالم، صحيح، بس يمكن باستثناء أقل ضرر كان في الإمارات، يعني لسبب الإدارة أو حسبوا المسألة بشكل علمي أكثر، بحيث كانت عندهم مسوين الريسك مضبوط. صح. فإحنا من كل شيء بالعالم يتوقف، يعني حيصير للتالي حتستهلك كل المخزونات من منتجات نفطية، من بضائع. لذلك أنت تشوف هسه اليوم لو أنت تحاول تتصل بعض الشوروم مال كار وتحاول تأخذ كار، يقول لك اتصل بعد شهرين. صح، ما في. فبدليل أنه الستورج انتهى أو انصرف. صح. فبدت يطلب، وما زام النقل صار عالي، يعني حصير ضغط على النقل، طبعا الاسعار تعلى، كل شيء يعلى. فلذلك ما كان مو منطقي انه البترول يكون 30 دولار، ولا منطقي انه الناس ما تستورد، ولا منطقي انه المحلات تسكر او تغلق. صحيح. او كله مش منطقي يعني. صحيح. فالحمد لله
هنا خلينا ببالنا انه البسنا حيكون اكثر. وانا يمكن وعدت زميلك بذاك اللقاء السابق انه هو قال لي انه كم ضررته في 20 قلت له اقل من 5% ما شاء الله يعني. فقال لي في 21 قلت له انا متوقع 21 حنكون بلاس وصدق يعني هنا حوالي تجاوزنا 46% اكثر من البادجت او البلان. طبعا هذا اندل يدل على الرؤية الصحيحة والتوجه الصحيح. حابين نعرف الخطط المستقبلية والرؤية لجي ام سي جي. احنا دائما في ضوء يعني ننفتح اكثر على السبلاير وعلى الزبائن ونحاول نفتح اكثر تشانس لكل حتى انا بمساعدة الشركات المتوسطة في مساعدتهم في إدارة الخدمات مالتهم من الامور البحرية مثل نساعدهم بالإدارة، نساعدهم بالأدفايس، أعطاء كل شيء ممكن. واللي تشوف أنه عدد الكلاين مالتنا الزيادة الحاصلة أو الترند يصعد لأن إحنا ما زالت في طور نقول لك إكسبانشن أكثر، الاتساع أكثر. والحمد لله أنه السوق إحنا لحد الآن لم يستغل السوق بالشيء الصحيح. يعني أنت المنطقة الإمارات بالذات والمجاورة اللي نجت الظروف وتدري الامور الراوند هاي المنطقه ما اخذت البزنس حقها. يعني لحد الان احنا في ضوء ممكن لحد الان اقل من 20% من البلان المخطط له. طبعا اتمنى لكم دائما النجاح والتفوق مهندس ثمود. حابين نتكلم عن الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده في دبي في التحديد. طبعا دبي هي المحطه الاولى عالميا للمستثمر او الباحث عن فرصة استثمار. حابين نعرف موضوع الأمن والأمان كيف ممكن يأثر على السوق بشكل عام وعلى المهندس ثمود بشكل خاص. بالنسبة لي أنا عراقي وأشرف بكوني عراقي طبعا، بس أني هذا البلد في حوالي 20 سنة أو أكثر والحمد لله. هنا تدري الإمارات وفرت فرصة لكل الجنسيات لكل الناشناليتي. ماكو الشيء البوزيتيف المهم هنا هو انه انت مع مسافة واحدة بالفرص مع كل الناس، وهذه اعطاء فرصة للتنافس هي تكفي انه تنجح للشخص اللي عنده اي رغبة بالنجاح. والحمد لله انت حتشوف انه عدد الشركات يزيد صحيح يتضاعف، ومع زيادة العدد احنا ما زلنا الشركات تنجح وتنجح، وهي هاي الفرصة اللي تصير. اما المنطقة كلها هي الامارات من قبل هي مركز ثقة للعالم بسبب الإدارة بسبب الجوفرمنت بسبب هواية أمور وفروها رجال الدولة هنا بشيء خلقوا فرصة لكل دول المحيطة ولكل دول العالم. تشوف نجوم من الرياضة نجوم من السينما من كل مكان يجون يقول لك أنا أتقاعد في دبي أتقاعد في أبوظبي لأن أكوش أمان وأكوش حياة كريمة ممكن خلقها. أما بالنسبة لنا نسعى مع التطور لأن الزمن دي تشوف اليوم الإمارات من تسوي أي حركة بالاقتصاد أي زيارة بسيطة نشوف أبسط زيارة اللي فتح البزنس بين الإمارات وأي دولة يسوي حركة كبيرة جدا بالبزنس على طول تكون فائدتها مش للإمارات لأن الإمارات يعني هي كنسبة سكان يمكن قليلة بس المنطقة كلها هتستفاد بشيء معين. وهنا لذلك هنا بالنسبة لنا هي مركز يأكد سمعتنا حتى أنا الزبائن من يعرف إنه الشركة مالتك بالإمارات لهالعدد هو تنطي ثقة للآخرين ويتوقعون من عندنا المصداقية وما يتوقعون من عندنا سوء نية حيكون بالأداء الخدمة. يعني هذا أهم شيء وندعي بالتوفيق لكل شعوبنا ولكل دولنا وكل حكوماتنا وهذا الله يوفق الكل. آمين. وإحنا نتمنى أن نكون من المتوفقين. آمين يا رب. طبعا في نهاية مقابلتنا اليوم حابين نشكرك على ظهورك معنا في البرنامج وحابين نعرف الموقع وكيفية التواصل مع جي ام سي جي. جي ام سي جي هنا طلبت عني أن يخلوا لك العنوان والأدريس يكون ينزل بالتايتل إن شاء الله أسفل الشاشة. وإحنا موجودين بعدنا في منطقة دبي الممزر المركز مال المكتب اللي بدبي وطبعا المكاتب الاخرى موجوده على مختلف انحاء الدول ممكن يشوفها من الويب سايت. تمام. ونتشرف في اي متصل وعندنا ناس تتكلم مثل ما قلت لك سابقا زميلك بمختلف اللغات ومستعدين نقدم الخدمات على 24/7 نتابع وياك مختلف الى اذ امكن يعني. طبعا نتشكرك مره اخرى ثمود. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز المهندس ثمود العزاوي.
تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.